السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى التفاعلي في برنامج باوربوينت. اليوم رح نتكلم عن صناعة انترو سينمائي أو فيديو سينمائي باستخدام برنامج الباوربوينت لحتى يكون مقدمة لأي بروجكت أو مشروع أو عرض تقديمي انت قائم على تصميمه. أصدقائي، قبل ما نبدأ مباشرة، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات لأي احتياج بتحبوا نقدمه بالأيام الجاية إن شاء الله. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف، أتمنى منكم دعمي على الحكاية. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامجنا باوربوينت. كيف ممكن نطلع فيديو سينمائي كانترو لمقدمة لأي مشروع نحن قائمين عليه؟ بداية، بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت وأخذنا الشريحة الفارغة، رح نتوجه مباشرة إلى قامة الإدراج ومنختار فيديو من هذا الجهاز. أنا محضر لحضراتكم مواقع رح تستفادوا منها إن شاء الله. طبعا عندي هذا الموقع وهذا الفيديو اللي قمت بتحميله، رابط الموقع رح يكون موجود بصندوق الوصف إن شاء الله. رح نتوجه إذن إلى مكان تثبيت الفيديو وأنكر على الفيديو وأختار إدراج. بتأكد أن الفيديو على قدر مساحة الشريحة مثل ما أنا شايفين بالضبط أول شيء، ومتوجه إلى قائمة الحركات ومفعل جزء الحركة. الخيار الأول عندي للتشغيل، الخيار الثاني للإيقاف رح نقوم الآن بإزالته. بنكر على السهم وبنختار إزالة، صف عندي فقط خيار التشغيل. والبدء بنختار يكون تلقائي أو يكون عندي مع السابق. فلو شغلنا العرض التقديمي رح يكون معنا الآن الفيديو تلقائيا بهذا الشكل بالضبط. أصدقائي، هذا الفيديو رح نعطيه اسم لأننا رح أعمل منه أكثر من نسخة، فلهيك لازم نفعل جزء التحديد يعني من قائمة التنسيق، ومنتوجه إلى تفعيل جزء التحديد. هذا هو الاسم الخاص بالفيديو، الاسم الافتراضي طبعا. بعمل نقر مزدوج لحتى يعطيني إعادة تسمية، وخلنا نسميه مثلا فيديو أساسي أو فيديو أصلي، تمام؟ طيب أصدقائي، حاليا بناخد نسخة تانية من هذا الفيديو، بعمل ديبليكيت تكرار كنترول زائد دي، نسخة تانية من الفيديو وبطبقة تكون فوق الأصلية تماما على مستوى الشريحة، وبعطي التسمية وخلي يكون عندي فيديو ملون، تمام؟ أي تسمية تختار، مثلا فيديو ملون، لأنه نحن رح نبدأ الآن بإعطاء اللون السينمائي لهذا الفيديو. فعندي بقائمة التنسيق في عندي فلاتر لونية بيقدم لي إياها البرنامج، أي فلاتر لونية، خلني اختار على سبيل المثال هذا اللون. فلو نحن شغلنا الآن عرض تقديمي راح يكون معنا الفيديو الآن بهذا اللون يا أصدقائي. راح نتوجه إلى قائمة الحركات وبنعمل إضافة حركة لهذا الفيديو، وبنختار حركة توكيد وبنختار منها الشفافية لحتى يكون معاي الفيديو أو هذا التأثير شفاف. نختار أيضا يكون عندي مع السابق، ولو دخلنا إلى خيارات التأثير راح نشوف أن التأثير المقدار بنسبة 50%. فلو شغلنا الآن الفيديو أو شغلنا العرض التقديمي راح يكون معاي شفاف بهذا المقدار. طبعا بنفس الطريقة فيك أنت تغير نسبة شفافية 50-75 أو أقل، خلي تكون مثلا معنا 25 مثلا، تمام؟ ولو شغلنا الآن راح يكون معنا الآن بهذا الشكل. الآن يا أصدقائي، أنا محتاج يعني مثلا لما راح أشغل الآن الفيديو المعاينة مرة تانية، وراح نشوف تدرج اللونية اللي صار معنا كيف ممكن احنا نطبقه. خلني أشغل ونشوف المعاينة. مثل ما شفنا هون كيف انتقل معاي اللون من اللون الأساسي إلى اللون اللي أخذناه بالفلتر، كيف ممكن احنا نطبقه. طيب خلني أرجع لهون وبنرجع لجزء التحديد. الفيديو الملون راح نخفيه الآن، وبحدد الفيديو الأساسي وأختار من نسخة تانية كنترول زائد دي، ومنطبقهم فوق الأساسي تماما أو على قدر الشريحة تماما. خلني أسميه على سبيل المثال فيديو أساسي 2. الآن صار في عندي 3 فيديوهات مثل ما شايف بالضبط. الفيديو الأساسي اللي هو بالأمام الآن سميناه فيديو أساسي 2، تمام، وعندي الفيديو اللي مطبق عليه الفلتر، وعندي الفيديو اللي أدرجناه بداية، تمام. الآن الفيديو الأخير اللي صار بالطبقة الأخيرة، تمام، رح نعطيه حركة، بنختار حركة خروج، تمام، ولا يكون عندي على سبيل المثال التضاؤل، تمام يا أصدقائي، ونختار يكون عندي إياه مع السابق، والتأخير خلي يكون عندي إياه مثلا كمان 2 ثانية. الآن الفيديو الأساسي الاثنين بنكر عليه وبسحبه للبداية، وتأثير الخروج بنكر وبسحب عليه للبعده مباشرة. الآن احنا لو شغلنا من البداية مثل ما لاحظتوا، بشغل مرة تانية كيف تغير معي اللون مباشرة. لكن الآن تأثير الخروج خلنا نزيد التأخير مثلا نعمل إلى 3 ثانية، تمام. والآن ونشغل
ونشوف التأثير كيف صار معنا، أو تداخل الألوان للفلتر كيف صار معنا. تمام، ثلاثة صار كتير، خلنا نسويها إلى 2 ثانية. تمام، بمشي معكم خطوة بخطوة لحتى نشوف كل الخيارات، لأن احنا لو شغلنا راح نشوف الانتقال من الفيديو الأساسي إلى الفيديو التاني اللي مطبق عليه الفلتر اللوني. جميل جدا. الآن لحتى يكون عندي الشاشة السينمائية، الشاشة السينمائية في الاقتطاع بالمساحات العلوية بيكون عندي باللون الأسود، والمساحة السفلية ما بتكون عندي من الشاشة. كيف ممكن احنا نطبق هذا الموضوع؟ خلني أتوجه إلى أدراج، ومن أشكال خلني أختار المستطيل، وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بمساحة معينة، وليكن على سبيل المثال بهذا الموضوع. أنا ما أخذت القياسات السينمائية بشكل كامل، ماني محتاج أني أنا أكثر عليكم معلومات، لكن هو العمل بشكل تقريبي. بختار من كنترول زائد دي وبننقلها على الأسفل. الآن نحن لو شغلنا رح يكون معي الشاشة السينمائية بهذا المظهر بالضبط. الآن أنا محتاج أعمل إنيميشن أو تحريك. الآن بنكر على المستطيل اللي بالأعلم، وبتوجه إلى قائمة الحركات، وبنختار من إضافة حركة تحريك للداخل، وبنختار يكون عندي إياه من الأعلم، وبنختار البداية تكون مع السابق، المدة بنسويها 2 ثانية، والتأخير أيضا 2 ثانية. ننقر على المستطيل نفسه بعد ما خد التأثير لألو، بنختار ناسخ الحركة وبنطبق على المستطيل يلي بالأسفل. لكن المستطيل بالأسفل بنغير خيارات التأثير بحيث يكون عندي إياه من الأسفل، الحركة تكون عندي إياه من الأسفل فقط، هيدي بنغيرها. الآن خلنا نشغل ونشوف كيف صارت معنا الحركة بهذا الشكل بالضبط يا أصدقائي. بنعيدها مرة تانية حتى نركز الموضوع. لما شغلنا الفيديو طبيعي رح يتداخل معي الألوان ويتحول معي الشاشة السينمائية بهذا الشكل بالضبط يا أحباب القلب. طيب سكيب، رح أتوجه الآن وأضيف النصوص اللي أنا محتاجة. خلني أتوجه إلى إدراج، أو أنا رح أجيب النصوص بصراحة اللي كنت أنا أخذهم جاهزات. عندي هذا النص كنترول زائد سي. تمام، ونجي لهون نختار إدراج مربع نص، وبرسم مربع نص وبضيف النص اللي كنت أنا مطبقه أو مختاره أو أنا مجهزه. تمام، طيب رح نختار له توسيط، وبنختار حجم خط، بنختار بولد، بنختار نوع للخط، واللي يكون خلينا نختار خط يكون عندي بولد، واللي يكون على سبيل المثال، وبسحبه إلى منتصف الشريحة بالضبط يا أصدقائي. خلني أكبر حجم الخط كمان شوي مشان يكون عندي العنوان واضح 100%. ومن قام التنسيق فيني أختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. الآن بناخذ النص الفرعي. تمام، ونفس المبدأ بنختار كنترول زائد دي من هذا المربع النص، كنترول زائد دي، وبلصق النص اللي أنا جهزته. خلني أصغر حجم الخط، وبنختار تباعد للأحرف لحتى يعطي هاي الجمالية، ومسحبه إلى المنتصف. تمام، يكون معنا مثلا بهذا الشكل بالضبط. أحدد مربع نص الثاني، أضغط كنترول وبنكر على مربع نص الأول، أضغط كنترول زائد جي لحتى يصيروا معنا جروب مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن نحن لو شغلنا رح يكون معي المظهر بهذا الشكل وبهي الجمالية، لكن أنا محتاج أعمل تأثير لدخول النص، تأثير لدخول النص. فلهيك خلني أتوجه إلى مربع النص اللي عملنا له جروب أو مجموعة كاملة، ونتوجه إلى قائمة الحركات، وبنختار تكبير وتصغير أو الزوم. تمام، تكبير وتصغير، بنختار يكون عندي مع السابق، المدة خلي يكون عندي 2 ثانية، والتأخير يكون عندي بعد 3 ثانية. فأنا لو شغلنا رح يشوف الفيديو بحجمه الطبيعي، تداخل ألوان، تحويل شاشة سينمائية، ومن ثم دخول النص مثل ما أنا شايفين بالضبط. أنا محتاج الآن أعمل خروج أو إنهاء للنص، فلهيك برجع بحدد عليه مرة تانية، وبناخذ إضافة حركة وبنختار تضاؤل. تمام، بنختار يكون عندي أيضا مع السابق، المدة تكون عندي مثلا 3 ثانية أو 2 ثانية، والتأخير يكون بعد 10 ثواني. يعني أنا محتاج يبقى النص ظاهر على الشاشة وبعد منه يبدأ بالخروج. خلنا نشغل ونشوف كيف صار معنا التأثير. تداخل السينمائي مع الفلتر اللوني، ظهور النص، رح يبقى معي النص لمدة 10 ثانية ويبدأ بالخروج بنفس التأثير التضاؤل يلي أخذنا بهيدي الجمالية. أنا محتاج للنص أثناء خروجه أعمل يعني إضافة تانية لتأثير الخروج بنفس المبدأ بحدد عليه، وبنختار إضافة حركة، وبنختار مزيد من تأثيرات الخروج. في عندي شيء اسمه تكبير وتصغير، بختار موافق. خيارات التأثير بختار يكون إلى الداخل، نفس المبدأ بختار يكون عندي مع السابق، وبنختار 2 ثانية،
وأيضا التأخير بعد 10 ثانية. خلنا نشغل ونشوف الجمالية يلي حصلنا عليها يا أصدقاء. دخول النص رح يبقى معي 10 ثانية ويبدأ الآن تأثيرين الخروج التضاؤل والتكبير بالضبط مع بعضهم. تمام يا أصدقائي، الآن صف عندي مرحلة الميوزك أو الموسيقى، أني أضيف الموسيقى. رح أترك في صندوق الوصف رابط لتحميل صوت الموج أو صوت الأمواج، عفوا صوت البحر المياه، ويعني موسيقى مجانية فيكم تحملوها أيضا من هذه القناة، نحمل موسيقى مجانية تكون معنا. تمام، بعد ما نحمل الفيديو أو كيف رح نحمل الفيديو، بكل اختصار وبساطة أنا بجي بحذف www. يعني المحارف الأربعة هدول، وبستعيد عنهم المحرفين، بكتب S, اضغط على مفتاح الانتر، رح يحولني الى شاشة تحميل الفيديو طبعا بدون اي برامج. بجي بختار الدقة هي MP4، بختار 360. تمام، وبجي بنقر على هالثلاث نقاط وبنختار تنزيل الفيديو لحتى يتحمل معي الفيديو. لكن انا محتاج يكون في عندي صوت، يعني بحمل هذا الفيديو وبحمل هذا الفيديو، لكن انا محتاج الصوت وليس الفيديو. فلهيك رح اترككم ايضا رابط لبرنامج فورمات فاكتوري، هو محول الصياغ فورمات فاكتوري، لحتى نطلع من الفيديو الصوت. فبجي بختار الفيديو يلي له صوت، مثلا هذا الفيديو عندي ايام، بنقر عليه وبسحبه لهون، وبجي بختار من النوع، بختار الـ MP3 وأنقر على موافق، وبنختار بدء التحويل. فرح يحول لي الآن الفيديو أو يطلع الصوت من الفيديو بملف تلقائي لحال. طيب بعد ما أنا أسحب الصوتيات يكونوا جاهزات عندي، رح أتوجه إلى أدراج وبنختار صوت من على الكمبيوتر، ونختار الصوت الأول، هذا هو الصوت الأول، أنقر على أدراج. خلنا نشغل الصوت ونسمعه. تمام، هذا هو الصوت. الآن أصدقائي، موضوع المدة الزمنية للفيديو، خلنا نتوجه لخيارات التشغيل وبنختار اقتطاع الفيديو. فعندي المدة الزمنية هي 15 ثانية أو قريب 16 ثانية المدة الزمنية للفيديو. خلني أختار كنترول زائد سي لألة. نتوجه إلى الصوت، إلى الصوت، متوجه بعد منها إلى خيارات التشغيل. عندي البدء متلاشي، بختار له 3 ثواني حتى يكون يعمل لي فيد إن أو دخول يعني متسارع، والنهاية نفس المبدأ يكون عندي فيد أوت. اقتطاع الصوت فخلي البداية مثلا من هذا المكان، أما النهاية بجي بختارها بنفس المدة الزمنية للفيديو وأنقر على موافق. تماما. طيب من قائمة الحركات أنا بختار يكون عندي مع السابق، وبنقر على تأثير الصوت أو مقطع الصوت اللي شايفينه هون، وبخلي موجود عندي بعد الفيديو الملون مباشرة. الآن إحنا لو شغلنا رح نشوف الصوت اشتغل معنا مع الفيديو بهيدي الجمالية يا أصدقاء. ممتاز. الآن رح أضيف أصوات الموج أو الأمواج، صوت البحر مع صوت الموسيقى. تمام، خلينا نتوجه مرة تانية إلى أدراج وبنختار صوت من هذا الجهاز أو من الكمبيوتر، وبنختار الصوت الثاني وأنقر على أدراج. خلنا نسمع الصوت، نتأكد هذه هي أصوات البحر. بنفس الطريقة بختار الانتهاء المتلاشي 3 ثانية، والبدء متلاشي أيضا 3 ثانية، والاقتطاع بنفس الطريقة بخلي يكون عندي على مدة الفيديو بالضبط وأنقر على موافق. نفس المبدأ بنقر عليه وبسحبه إلى بعد الصوت يلي السابق طبعا، ومن حركات بختار يكون عندي مع السابق. فالآن نحن لو شغلنا رائع جدا. إذا كان شفت مستوى الصوت عالي عندك شوي، فمن خيارات التشغيل في عندك شيء اسمه هون مستوى الصوت، سواء حبيت يكون مستوى الموسيقى تتغيره أو مستوى الصوت الخاص بالمياه. فخلنا اختار مثلا منخفض ونشغل ونشوف كيف صار معنا التأثير الصوتي، أو نسمع كيف صار معنا التأثير الصوتي. رائع جدا. المرحلة الأخيرة هي محل قفل الفيديو أو قفل الانترو. خلني أتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال خلني أختار المستطيل، بنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالضبط. أختار له بدون إطار، واللون يكون عندي باللون الأسود. بنحدد المستطيل الآن، وبتوجه إلى قائمة الحركات، وبنختار تأثير دخول وليكن تضاؤل. تمام، بختار يكون عندي مع السابق، المدة يكون عندي 2 ثانية، والتأخير مثلا بعد 12 ثانية يبدأ بالدخول. خلنا نشغل ونشوف كيف صار معنا العرض. ممتاز.
بهيك بيكون احنا خلصنا اختتام موضوع الشريحة اللي نحن نقدم فيها انترو كامل. طبعا موضوع الانتقالات انت بتتحكم بها الشريحة بقدر مدة الفيديو، يعني يكون عندك الانتقال هون هيدي كنترول زائد في، بعد ما ينتهي موضوع الفيديو تماما او المدة الزمنية للفيديو ينتقل تلقائيا الى الشريحة التالية وتبدأ فيها بعرض مشروعك. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، ولا يخفيكم كالمعتاد فتكرما يا أصدقاء لا تنسوني من التفاعل لأقدم لكم المزيد، واتركوا معي بالتعليقات لأي استفسار أو أي احتياج بتحب نحن نضمنه بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.